أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأقسم بما أرسل الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض you
وآتيناه من القرآن ما إن مفاتحه لتنوء Whoa!
ولا يسأل عن
من هو وأصدق الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون هكذا حق الإيمان والإسلام. لقد عشنا في حجز التلاوة القرآن المبارك التي تلاها على مساء حضراتك فضيلة القارئ الشيخ نافع محمد عبد الرحمن الدين القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والقارئ بالدول العربية والإسلامية والمقيم والمعروف بقارئ خربته. أما الهندسة الصوتية والفراش الحديثة الكبرى إدارة أولاد الرب المقيمين والمعروفين بقلة خربته وكل من حضر في الأعزاء كان سعيد مشكوك.